وحول هذا الموضوع أكدت الدكتورة زينة عبد الستار رئيس قسم التخدير والعناية المركزة في مجمع السلمانية الطبي رئيسة فريق الاعتماد في المستشفيات الحكومية خلال اتصال هاتفي في نشرة سابقة. أكدت حرص مجمع السلمانية الطبي على الالتزام بمعايير الجودة وسلامة المرضى والإيفاء بمتطلبات التقييم الشامل ضمن أفضل الممارسات العالمية المتبعة في الاعتماد الوطني. اعتماد الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية للمستشفيات الحكومية متمثلة بمجمع السلمانية الطبي، واللي حصل على الفئة الثلاثمية بتحضير 94% من معايير الاعتماد وحصول مركز إبراهيم خليل كانو ومركز عبد الرحمن كانو لغسيل الكلى على الفئة الذهبية. كل هذا يأتي بعد مرور مرحلة طويلة من التقييم والتنفيذ لاشتراطات عالمية معتمدة كان يجب توفرها في المؤسسات الصحية بهدف تقديم خدمات صحية بأعلى المستويات الجودة والامتثال للوائح والمعايير المتعلقة بسلامة المرضى والأداء السريري ومكافحة العدوى وإدارة الموارد واستمرارية الرعاية وإدارة المخاطر وغيرها من المعايير الفنية. الحصول على هذا الاعتماد الوطني للتقييم وتصنيف المؤسسات الصحية للمستشفيات الحكومية وبأعلى درجات الاعتماد يأتي ترجمة لجهود وإرشادات المجلس الأعلى للصحة ومجلس أمناء المستشفيات الحكومية، أهمها سلامة المرضى وكذلك سهولة وسلاسة الحصول على خدمات بأعلى كفاءة.